صباح النور، بداية أسبوع موفقة للجميع. احنا اليوم بومارشي يجي لجرومباليا، لأنه هذا الاختيار هو اللي احنا شفنا بعد العيد ما تمش برشا حركية، لكن اليوم في نهار الاثنين في أول أسبوع اللي بعد عيد الأضحى المبارك نجيو لهنا لجرومباليا اللي هي فيها سوق أسبوعية، أكيد باش نلقاو حركية، وبالفعل احنا لقينا حركية. خلينا قبل ما نبداو الجولة متاعنا نوجه تحية لكل الناس اللي يتابعوا فينا على الترددات، نسمعوا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالطبيعة ديما تحية كبيرة للمواطنين التوانسة اللي في المهجر والأشقاء في المغرب العربي الكبير وخاصة في الجزائر اللي نقف معها ونشد على أيديها في الكارثة بتاع المرض اللي أصاب بعض الناس. إن شاء الله هذاك حد الباس. احنا خلينا نقول ونبدأ الجولة متاعنا. جولتنا اليوم وإحنا في جرومباليا فوجئنا بسوم الطماطم. الطماطم لقيناها بدينار و200، لكن هذا عنده تفسير. التفسير وأنه الطماطم سبت المطر، دونك كي صبت المطر ما تمش ما جمعوش. على سلامتك يا حاجه، اهلا بيك. اهلا بيك ومرحبا. وعسى شنو احوال سوق جرومباليا؟ سوق جرومباليا شعلت فيه النار وما عاد نلقاو وين نشبوا يا رسول الله وراس رسول الله. ايوا كي سوق جرومباليا كي غير اخوي، كلها كيف كيف، الوعود كلها تافهه والكل ما فيهم ما تم شيء. ايش بحذانا عاد خلينا نحكيوا على القضيه يا مدام. علاش مشيت؟ مازلت ما قضتش. خلينا احنا اسيدي على سلامتك، مرحبا بيك، اهلا بيك. قلنا نقصونا شويه في الاسعار يا سيدي، هم يسمعوا فيك. نقصونا شويه يا معلم. يا معلم نقصوا شويه في الاسعار، اهلا بيك. ناس عايشه خدام نهار اسيدي. اخويا العزيز نسمع في جرومباليا. اي يا ربي عيني. اي نسمع في كامل تراب الجمهوريه. احنا خلينا قد اسومها الطماطم معلم، البطاطا سامحني 700 والطماطم دينار. دينار به، والفلفل البعلي هذا دينار به. خلينا تو بعد احنا نشوفوا عنا لي بونزافير. لا باش نشوفوا شويه غله بلا، احنا في بلاد. على سلامتك، اهلا بيك، لاباس. باش عامل لنا سلطه اليوم؟ هذا فطور باهي جا فطر حدانا. شنو هو الفطور؟ فطور مرق الجبانة. صحه عايش. صحه وبالشفاء ليك، بالشفاء ليك. ربي يفضلك، ربي يفضلك، ربي يفضلك. خلينا نشوفوا شويه الغله. احنا رانا في بلاد العنب، هم يقولوا جرومباليا عاصمة العنب. العنب بلفين. ها الراجل قال لي العنب بلفين. باهي. اسمعني. تو شنو الفرق ما بين العنب الأكحل والعنب الأصفر؟ ما فهمتش حتى فرق بين الناس. حتى فرق. كاين العنب الأكحل كاين العنب الأصفر. كان تسمي لي أنواع العنب المسكي ودرا شنو؟ العنب هذه مسكي تال. وهذه كيف مسكي تال. مسكي أحمر. ما فهمتش حتى فرق. برشا انواع. لا ثم برشا انواع اخرين تاع عنب. اي ثم برشا يعني. روزي جلوب. كيفاش؟ هذه روزي جلوب. روزي جلوب. روزي جلوب. امين البرني باش نعطيك الذوق من كل نوع كعبه. ما يسالش ما ترى ذوق وقول لي. اي هذه واحده باش نشوف لك كعبه صفراء تويك. اجا ذوق وقول لي. اي بنينه باه يخرج من الشان. امين ما عطيتنيش رايك في العنب. بنين. ها توا وقته باهي. خلينا نكملوا احنا الجوله نتاعنا في وسط السوق، ندخلوا لداخل وسط السوق. قداش كاره ساشيات توا؟ شكاره ساشيات 900. 900 قداش فيها من ساشي؟ 50 ساشي. 50 ساشي هكاك. اي باهي. اي متخبي علينا بنتك هذيك. علاه متخبي عليك؟ لا ما هيش. لا انا كنت ناخذ في الخضره. هاني طماطم بدينار، الفلفل بدينار، المعدنوس ب 800، البصل ب 500. صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. اهلا وسهلا. على سلامتك يا سيدي. مرحبا بيك. عايشك عايشك. ترى جاني هنا انت تقرا شنو هي هذه نتاع المكتبه؟ اي قداش شريت؟ ب 20000. ترى خبريها لنا ب 20000 بلاي. خلينا نشوفوا بلاي على الكلفه نتاع العوده المدرسيه. هاي رزينه هي. باهي مع السبيدري والطبليه. اي والقضيه ويني؟ القضيه مازلنا. مازلنا؟ عاونك. يلا سيدي نمشيو. هذه هيك شفناها معناتها، خليني نقول ساك نتاع سواقي ب 20 دينار. دونك هذا اللي كي نحكيو على العوده المدرسيه. واكيد احنا توا في حتى في التوق والذوق باش نحكيو على العوده المدرسيه. باش تشوفوا المراه قالت ب 800 او ب 500 المعدنوس والسلق والكلافس. بالله خذ البلاك هذيك. دونك ماهوش ب 800، احنا ب 500. سايس لي روحك.
سيسلي روحك يا ولدي، رد بالك على المصروف، راك تخرج مع المرأة تفلك فلوس كل فاو صباح الاسوان باهينا باهية بعد العيد صباح راك ان شاء الله ان شاء الله. يلا ديما غالية كيفاش البطاطا؟ ديما غالية، عندنا مشكل كبير في البطاطا. عاد من عليه 3 كيلو ديما بلف. هذاك قبل هذاك قبل هكا لهنا بدينار و200 ايوا شب خذ لنا القناوية. اي عادي عادي هاك عادي تقرا انت يا شباب، مال اليوم جيت تعاون في بوك. اي باهي ربي يعاونك، يعطيك الصحة يعطيك الصحة. خلينا نكملوا امين هاو لهنا البتنجال بدينار و200. تو تعرف تختار انت البتنجال كيفاش تختار؟ قل لي ترى، قل لي مسج انا تو نعاود. اي لازم تبدا تلمع ومكبوسة باهي صحيت باهي. امين البرني حفظ درسه في البوان مارشي لهنا هكا القمره بدينار و200 والسبناخ ورق ب 3600 القرع. راو اذا كان ريتوني نسال على القرع الاحمر راو معايا امين البرني. هذا البرج بدينار. ها سي امين اش باش تعمل لنا شكشوكه قرع؟ اي خلينا نكملوا في النصبه هذيك امين والبلاي. شوف المسالش نصوروا ديما الوضع المزري نتاع الاسواق الاسبوعيه في تونس، رايها البنيه التحتيه هذه. يعيشك يعيشك ربي يفضلك يعيشك يعيشك. هاكا البصل غادي ب 700 مليم والبطاطا ب 800 مليم، دونك كطماطم غادي بدينار. الفلفل يظهر لي كيف كيف نفس السعر بدينار هاكا وطماطم بدينار. دونك هذه كانت الجوله نتاعنا اليوم في السوق الاسبوعيه في غرومباليا. نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق. الى اللقاء.